إخواني، إحنا نحتاج أن نشيع الحياء في مجتمعنا. الحياء فرد شيء أساسي، ركن مهم من أركان الدين. أصلاً الحياء في بعض الروايات هو الدين. يسأل النبي هل الحياء من الدين؟ قال بل هو الدين كله، لا دين لمن لا حياء له. كون إنسان يصير عنده حياء، عنده مستحى. المرأة كون تملك الحياء، تربي نفسها على الحياء. إحنا الآن في مجتمعنا كثير من الظواهر نلمسها في مجتمعنا، ظاهرة الحياء ظاهرة قاعد تروح، قاعد تنمسح. أكو تهاون في مسألة الحياء، أكو تمادي في عدم الحياء، أكو ابتذال قاعد يصير أكبر وأوسع. هذا يحتاج إلى وقفة. وين رايحين؟ شوية الله أنعم على البعض، شوية وسع على البعض، شوية القدرة الشرائية صعدت، بالمقابل الحجاب يتراجع والحياء يتراجع، الحياء عند الرجل والمرأة. لا نخلي الخير يقلبنا إلى شيء آخر. حافظوا على أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. النبي الأعظم يقول رسالات الأنبياء ما جاءوا به من الروايات والقصص لم يبق من هذه، لم يحفظ الناس منها إلا هذه المقولة. أي مقولة؟ يقول الإيمان الحياء شعبة من شعب الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. ثم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول يعني خلاصة ما جاء به الأنبياء اللي وصل إلى المجتمعات هاي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.